شددت أنقرة وموسكو على أهمية تعاونهما العسكري والاستخباراتي في سوريا لمواجهة المجموعات الإرهابية. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، قال إن بلاده ترغب أيضا في العمل مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في تحرير مدينة منبج السورية. يجب أن نقبل حقيقة بأن مجموعة إرهابية لا يمكنها أن تقضي على مجموعة إرهابية أخرى، وهذا يأتي من بلد يحارب الإرهاب منذ 35 سنة. إن أعداءنا هم المجموعات الإرهابية مثل وحدات حماية الشعب الكردية وداعش والنصرة. اتخذت روسيا دائما موقفا صارما تجاه أشكال الإرهاب بصرف النظر عن شكله وبصرف النظر عن الأفكار التي يتبناها أولئك الأشخاص المسؤولون عن الإرهاب. هذا هو موقفنا ولن نغيره تحت أي ظرف من الظروف. بوتين عبر عن تفاؤل حذر بإمكانية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.